وكثير منا يذكر الزحام الكبير اللي كان على أبواب الجهات الحكومية لإنجاز المعاملات، وكان جانب الدفع يمثل تحدي كبير. إذا رحت مثلاً لفرع الجوازات في مدينة الرياض على طريق الملك فهد، أجد عند الأبواب يسمونه معقبين، هو اللي يقوم بالدفع من خلال خدمة معينة. أظن كان أحد البنوك فقط رابط مع سداد بثير ذيك الفترة، وأنا أعطيه كاش وهو يدفع، وأعتقد أنه يأخذ عليها هامش ربح يمكن 10 ريال أو 20 ريال ما أتذكر، ولكن كانت متعبة جدا. فنظام سداد هي مبادرة مشتركة يمكن ما بين 3 جهات، أهمها البنك المركزي السعودي، وأيضا وزارة المالية، وأيضا وزارة الداخلية ممثلة في مركز المعلومات الوطني. لما جيت المركز أنا كمدير العام للمركز في عام 2009، كانت أول خدمة على وشك أن تطلق هي خدمة الربط مع منظومة سداد. كانوا الزملاء اللي قبلي بدأوها وكانت شبه جاهزة، ووزارة المالية كانت حريصة جدا عليها لأنها تبغى جميع البنوك تكون متاحة الدفع منها وليس فقط بنك الرياض والراجحي. واستمر الوضع هذا وتطور، وبعدين أوقف الربط المباشر مع بنك الرياض والراجحي. لكن الشاهد في الموضوع أن الدفع الحكومي كان من أهم دعائم التحول الرقمي، وكان في تنسيق، يعني كان من ضمن عوامل النجاح ذيك الفترة التنسيق والتكامل مع وزارة المالية، وكان العمل مشترك. يعني تأسيس البرنامج كان بمشاركة وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات، وزارة المالية، هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات، فكان العمل مشترك، اللجان مشتركة، وكان في قناعة بأنه الحكومة الإلكترونية أو التعاملات الإلكترونية الحكومية في وقتها راح ترفع من الكفاءة، تقلل التكاليف، ترفع الإنتاجية، تزيد مستوى الرضا والرفاهية للمواطنين والمقيمين،